دقيقه مرفوعه النص حاجه معينه ان وفي تقاطع موجود لو لا برضه اعمل اشوف هي الادوات الثلاثيه التريجونومتري فانكشن او ساين او كوساين وقت الزاويه لو ساين كوساين وقت الزاويه لو العيله بتاعت السيرك والتان لو العيله بتاعت الموديل والموديل الكلام ده كله لازم احققه قبل ما اقول ان انا المساله بتاعتي هدخل في حاجه من لو كل ده ما اتحققش هعمل ايه؟ ابتدي ابص على طرق التكامل. طرق التكامل هي متقسمه لثلاث اجزاء كبيره هما اللي انا هقولهم دلوقتي. لو عندي دوال كومبليكيتد تلاقي داله معاها داله من طبيعه ثانيه نوعيه مختلفه. يعني هلاقي معايا التكامل بولينوميال اللي هي جزيرات الحدود جزيره الحدود بولينوميال مضروبه في داله ثانيه او هايبرباليك او اكسبوننشال داله مثلثيه او زائديه او اسيه. اسيه باي لون منها واي مثلثيه اللي هي اي اس او اي اس وزائديه ومثلثيه سته تكون. يبقى لو لقيت داله دي مضروبه في الداله دي يبقى نوعيتين غير بعض. طيب تاني رول الار اللي انا كتبتها دي معناها رول 1. رول 1 في ايه؟ فأول طريقة تكامل هناخدها اسمها التكامل بالتجزيل اللي هي الانتجريشن باي بارتس. تكامل بالتجزيل وليه تسمى كده؟ عشان لما الاقي نوعيتين مختلفتين بقول انا لوحدي بقوم مقسمها لجزئين. جزء بسميه حاجه كده اللي هو هنعرفها وجزء تاني حاجه اسمها دي في. هقول لك دلوقتي دي في ودي في. لو لقيت رول اثنين قاعده ثانيه لقيت بولينوميال تكامل بولينوميال بس المفروض في مين المره دي؟ في العكسيه بتاعت كل ده. مين العكسيه بتاعت التريجونومتري؟ الانفرس تريجونومتري. مين العكسيه بتاعت الهايبرباليك؟ الانفرس هايبرباليك. الدش ماينس 1 وهنا سيك ماينس 1. الاكسبوننشال مين العكسيه بتاعتهم؟ اللم. يبقى انا لو لقيت البولينوميال المره دي مضروبه في العكسيه دي كلها يبقى هتحقق قاعده معينه. لازم اعمل ايه؟ اخد فين دي وفين دي معايا. ثالث رول حاجه اسمها ريبيتد انتجريشن باي بارتس. الاقي نفسي كده بعمل التجزيل مرتين عشان اوصل للحل. لازم اعيد التجزيل مره ثانيه عشان اوصل لحل المساله. في النص كده ممكن يجي لك مساله يو مي يوز سبستيتيوشن. يعني ممكن وانا بشتغل احتاج ان انا اعوض تعويض قبل ما اعمل قاعده التجزيل. وهدي لك مثال على كده. تاني طريقه لطرق التكامل انتجريشن باي ريدكشن. وهنقول ده يعني ايه؟ ده التكامل بالاختزال. هنشرح ده بيبقى امتى اختزال؟ امتى تجزيل على اثنين؟ امتى اختزال؟ هقول لك المساله بتيجي ازاي في الامتحان عندي. طيب مبدئيا كده الناس بتوع الرياضه بداوا التفكير في طرق تكامل، لكن التكامل دايما عندنا صعب. فقال ايه؟ قال لما احنا عندنا كل تفاضل يعني ايش ديفرنشيشن لازم يؤدي الى انتجريشن. ليه؟ انت لو كملت الاكس بتديك كام؟ لو بدات الاكس سكوير بتديك كام؟ عمليه تفاضل بتديك 2x. يبقى اكيد في تكامل هينتج من دي اسمه ان تكامل من اكس من اكس سويت. اذا لكل تفاضل لازم ينتج من تكامل. قال خلاص انا كمان لو عندي قاعده تفاضل لا ممكن اطلع منها قاعده ايه؟ تكامل. وهي دي قاعده انا بطلعها دلوقتي. احنا خدنا قاعده تفاضل مشهوره قوي خلي بالك المايك يو في دي بتساوي لو عندي دالتين مضروبين في بعض اليو داله في الاكس والفي داله في الاكس يبقى انا عايزه احسب هنا مشتق الحاصل ضرب دالتين. المشتقه بتاعت حاصل ضرب دالتين بتساوي ايه؟ المفروض اكتب بالنسبه للاكس وهنا هيظهر دي اكس برضو وهنا دي اكس فكاني كتبت دي اكس مع بعضها او كاني حسبت التفاضلي مش التفاضل اللي هو التغير بتاع حاصل ضرب دالتين. مين مشتق الحاصل ضرب دالتين يو في دي؟ يبقى اليو في دي بلس مين؟ حط في دي برافو.
تعملي كاتانا دي باي دي اكس دي دي باي دي اكس دي يو باي دي اكس ودي اكس مع بعض. طب لو انا كملت التراكيب بالنسبه للاكس يبقى تكامل ده حط الكبسه ده يساوي تكامل ده صح. مين الطرف الشمال؟ تكامل دي عمليه دي العكسيه بتاعتها دي مين؟ يبقى الاثنين دول يكسروا بعض. يبقى مين ناتج التكامل في الشمال؟ اليوسف دي على طول دي زي. اذا انا من قاعده حاصل ضرب ده الاثنين عايزه اوصل لقاعده تكامل جديده. اليوسف دي هتساوي مناطق التكامل مش داخل على دي. ما ينفعش اعمل في حاجه. يبقى تكامل يوسف دي. طب وده؟ نفس الكلام هيبقى تكامل دي دي. يبقى مين التكامل بتاع اليوسف دي ده؟ تكامل اليو دي دي هاته في طرف لوحده اهو وخلي كل اللي معاه في التانية يساوي كام؟ من الطرف التاني اليو في دي مضروبين في بعض ماينس مين اللي باقي؟ التكامل ده دي في دي. شايف القاعدة اللي انا كتبتها في اخر سطر دي؟ هو ده التكامل بالتكسير اللي انت هتعمله. طب ايه معنى القاعده دي؟ معناه ان انا لو جالي تكامل مش عارفه اعمله. يعني ايه مش عارفه اعمله؟ يعني الصوره اللي جوه دي ليس لها حل قياسي ولا قوه ولا قاعده زمان خدناها. اي حاجه منها خدناها. طب اعمل فيها ايه؟ هقول بتساوي اليو في الدي ناقص تكامل الدي في الديو. يعني انت عايزه تحل تكامل باستخدام تكامل تاني ما عملش؟ لان التكامل ده هو اللي انا قصدت بيه الكومبليكيتد انتجريشن او الانتجرال ده معقد. لكن ده اهو لا ده خدناها قبل كده بس انا اقول لك هجيب لك تكامل لم لم ما انت مش عارف تحسب بس الدلاله التكامل مثلا اكس لا ده نفس الاكس ده بقى سهل النهارده. التكامل بالتجسيد ده في الصورة المكتوبة كده بيبقى صعب علينا تطبيق. لكن في الصورة اللي هنشوفها دلوقتي أنا بيجيلي في المسألة تكامل مين؟ في حاجة جوه هقسمها لجزئين، جزء أسميه إيه؟ وجزء أسميه إيه؟ يو يبقى في جزء أسميه يو. إذا أنت لو جالك أي مسألة ممكن تختار حاجة من جوه التكامل تسميها يو والاختيار ده هيفرق معانا حسب القاعده اللي هقولها. يبقى هختار جزء اسميه وكل اللي باقي اسميه مين؟ دي دي. ده المفروض ان انا عايز ايه؟ طب الناتج بتاعي بقى احسبه ازاي؟ هتضرب اليو هي عندك اليو؟ طبعا ما انا مختاراها اهي. اضربها في البي هو انا عندي البي؟ طب اجيبها ازاي البي دي؟ تحت البي هنكتب فيه اللي هو تكامل الحاجه اللي هنا. ناقص التكامل بتاع البي عندي البي بتاع خلاص الديو دي عندنا اجيبها منين؟ يبقى تحت اليو اشقها واجيب الديو. يبقى القاعده بتاعتي انا مش هكتب بقى السطر ده انا هكتب ايه؟ هكتب يو ودي بي وافضل اليو عشان اجيب الديو واكمل الدي بي عشان اجيب البي. وبعد ما اعمل الكلام ده اطبق القاعده زي البيت اللي انا كتبتهالك بتضرب الدياجونال الغابه عشان هو ده اللي اسمه يو في بي وبعدين ماينس الانتجريشن او نسميها حتى ماينس فيديو الفيديو. يبقى اليو في البي ماينس فيديو خلاص الفيديو يعني فاهم كده؟ يبقى انت في حاله تكذيب. فايه المشكله واحده؟ مين اليو ومين الدي؟ صح؟ مين المساله اللي انا كتبتها لك في محاضره مره وقلت لك فاضلها وانت ما عرفتش؟ كتير ولا مساله؟ لا تفاضل ولا مساله. انا كنت ببدا الصبوره من هنا لحد هنا مساله ونفاضل مع بعض. طب مع بعض؟ فالاشتقاق ما بيمثلنيش اي مشكله. طب مين المسألة اللي مرة كتبناها وما عرفناش ليه كاتبها؟ اوه كتير
كتير. يبقى مين المشكله الحقيقيه عندك؟ تكامل. ليه؟ لانه لازم يرجع قاعده قياسيه. مفيش قوانين قاعده تتصرف كده واقيم تفاضل، تفاضل حاصل ضرب او جمع او طرد. لا، الكلام ده مش موجود في التكامل. اذا مين الاختيار الاهم بالنسبه لي؟ اليو ولا الدي في؟ اوعى اوعى تختار ده الدي في وانت اصلا ما تعرفش الكلام. انت هتعمل مش عارف الكلام اصلا، هتجيب الاي ازاي؟ يبقى مش هتحل. لو انا عندي مش هنزل لابس اسود، شيرت اسود هو ايه السؤال ده بقى اصلا؟ لو انا عندي ده اراقه ولا حد منك كده؟ لو انا عندي دلافين، لو عندي دلافين اختار مين اليو ومين الدي. انا هقول لك طبيعه الدلافين وافتكر معايا ان النوعيتين من بعض. هفكرك تاني دي نوعيه اليو ونوعيه الدي. واحده منهم كثيره حلول. تعرف تصلي اي بنوميا؟ اي بنوميا تفرضها بصوت عالي شويه واوعى ايدك من على بعض. اه انت عايزه بنوميا اديني ده تريجونومتريك او هايبربوليك او اكسبوننشال اي حاجه. او ايوفكس او شاينكس اي ده. بس مين طبيعه الثلاثه اللي هتضمه؟ المفروض ان انا بقى بس كتير اسمه تكامل للتجسيد صح؟ والمفروض ان انا اختار دلوقتي داله اسميها يو افضلها وداله ثانيه هسميها دي بي عشان اكمل. الداله الاسيه او المثلثيه او الزيديه. تفاهم الاسيه في ايه؟ أسية. حتى لو كان عندك فوق ثلاثة أنا مش فارق معايا الرقم، أنا بتكلم يا جماعة عن طبيعة الدالة. الأسية أو كانت إيه أس حاجة؟ هتفضل الدالة الأسية تطلعها هو مين؟ هو الأسية. طب تكامل الإيه أس إكس بكام؟ إذا الاختيار للدالة الأسية سواء في اليو عشان تتفاضل أو في الدي عشان تتكامل في الاخر مش فارق صح ولا غلط؟ طب تعالى بقى نبص للثانيه. طالما دي ما فرقتش معاها لو خدتها هنا وفضلتها هتديني نفس النتيجه لو خدتها هنا وكملتها. طب كثيره الحدود بقى الفرق ان دي اكس سكوير مش اكس عشان تبان معايا شويه. الاكس سكوير او اكس كيوب او اكس او اي بقى كثيره الحدود لو انت فضلتها يحصل ايه؟ ولو كملتها يحصل ايه؟ لو فرضت الدرجة الثانية دي تحصل ايه؟ تقل. دايما التفاضل بيقللها غلط كثيرة الحدود. طب والتكامل؟ بيزودها غلط. انت تتمنى في يوم من الايام وانت بتحل المسألة دي يكون عندك اكس سكوير في اي تلاقي التجسيد حولها لاكس اس 3 في اي ولا اكس بس في اي وبعدين تختفي المدى اللي بعدها؟ بمعنى البرنامج اللي قبلك تقل ولا تزيد؟ تقل. ده تقل لان انا اصلا وجودها هو اللي عندي مشكله. انا من غير دي الاي هعرف اطلعها. يبقى مين اللي بياخد الاختيار في القاعده الاولى؟ البرنامج تختارها تتفاضل ولا تتكامل؟ تتفاضل. تتفاضل يعني تسميها يو ولا تسميها دي بي؟ يو. اذا الكلام اللي مكتوب بالاحمر ده ان لو جات لي برنامج اخليها يو ولو جات لي حاجه من دول معاها اخليها دي. القاعده الثانيه الكلام اللي انا بقوله على الاسيه هو نفسه. الساين مين تطور الساين؟ طب مين تكامل الكوزاين؟ الساين برضه كوزاين بغض النظر عن الاشارات مش فاهمه ايه. اذا تطور الدوائر المثلثيه بيفضل مثلثيه وتكاملها بيفضل مثلثيه. اذا المقابله في اليو او ناحيه الدي بي مش فاهم. طب الدوائر الزائد دي مين تكامل الشاين؟ طب وتكامل وتكامل الشاين؟ برضه مش عاين. اذا برضه زائد هي مش فارقه. يبقى يا جماعه لو قلت لها قاعده على حاجه في الثلاثه دول هتنطبق على اي واحد من الثلاثه. طب نروح للثانيه بقى. اعكس كل ده في المستطيل. يعني في ده الانفرس ترجمتك هي اللي جت مش ترجمتك.
اللين. اللين لو اتنك مسألة انت جاوب الاكس في اللين. مين اختيار يكون هو يو ومين الدي في؟ مين الاكس؟ طيب ومين الدي في؟ اللين. تعالوا نفكر كده شوية. دلت اللين تكاملها ايه عشان انت اخترتها لي دي في هتتكامل. الله اعرف تكاملها بس تكون ممكن ما كانش معانا. الله اعلم. انا لسه قايله من شويه ان الدوائر العكسيه اللي كانت عامله لنا مشكله وما بناخدش تكاملها ولكن بناخد التكاملات التي تؤدي اليها هو اللي عامل المشكله دي. اذا حتى لو انت المفروض تقول لي ده احنا من غير الاكس دي برضه تكذيب. انا ما اعرفش اجاوب اللين ولازم اللين او الساين ماينس 1 واخواتها او الشاين ماينس 1 واخواته لازم يكونوا دالت ايه؟ دي لازم يكونوا دالت مين؟ اليو. انا ما اعرفش اكملهم يبقى احطهم هنا ازاي؟ يبقى لازم افضل اللي انت فاضلها بايه؟ ده كمان الميزه انه بيختفي. كلمه لازم بتروح بالتفاضل. لام اكس تفاضلها لكن عكس مفيش لام. طب الساين ماينس 1 تفاضلها؟ يو ها يو يو بس واحد يقول لي او انا اقول لك بس خلي بالك ان هنا الاكس دي لو اتاخد ناحيه الدي في هتزيد هتبقى اكس وسكوير على 2 لو كمل دي زي كمل اللي هي عايزاه بس لازم دي احطها لك التفاضل لاني ما اعرفش تجاوبه دي زيد ولا انا ما اعرفش حاجه انا هحطها في دي زيد ومش هكمل ما فيش حل اصلا لكن طب لو دي مش موجوده وخدت دي مين؟ بقت مين الدي في؟ واحد دي اكس بس خلي بالك من ناحيه الدي في لازم تفاصيل الدي اكس معاها كل اللي جوه التكامل اسمه يو في دي في وبس يعني دي اكس مع تفاصيل اللي موجود في دي تمام؟ القاعده الثالثه بتظهر امتى؟ لو قلت لك ايه اس اكس في كوزاين اكس دي اكس تعال نشوف واحده واحده انا مش عارفه مين دي ومين دي مين مين تفاضل الاي دي مين تكامل الاي خلاص مش فارقه طب الكوزاين دي مين تفاضل الكوزاين نيجاتيف ساين ومين تكامل الكوزاين ساين سيبك من الاشارات مش دي كمان معنى اذا دي تفاضلها زي تكاملها يبقى مش فارقه فين ودي كمان طبعا مش فارقه فين مش زي كسر الحدود طب اختار ايه ما الاثنين مش فارقين اصلا اي حاجه اخد اي واحده اللي انا عايزاها خد دي يو وخد دي الباقي ودي في طب وبعدين حسب توقعي شكل التجذيب هينزل لي على تكامل اليو في الفي ماينس تكامل هيبقى اي اس اكس في ساين ده حسب توقع اللي انا لو خدت دي هنا او دي هنا مش هتفرق في الاخر الكوزاين هتتحول لساين بيجي لي الشكل ده يعني انا مش عارفه كامل الاي اس اكس في كوزاين رحت جايبه اهم الثلاث اي اس اكس في ساين فرحتي يا ترى ايه؟ فرحتي يعني ده لو كنت لا لو ده كان كومبليكيتد انتجريشن يبقى ده زي بالظبط الانتجرال ده لو كان معقد ده معقد هو هو طب وبعدين النوع ده بالذات من الدوائر بنعمل التجذيب مرة كمان. انت في الحالة الأولى التجذيب أول مرة اخترنا مين دالة اليو؟ الأسية ومين دالة الدي في؟ التريجونومتريك المثلثية وأنا بقول لك هنا هتضطر تعمل تجذيب مرة تانية هترجع لي تاني لإي في كوزاين هتبقى معاملة فيها إي أس إكس كوزاين خلاص مرتين واخدهم في درجه واحده. المعادله دي علشان يطلع لها حل لازم تخليك راجل في كلمتك. بمعنى
هي بقى كلمة مش شخصية. كلمة مكتوبة رأي فيها ازاي؟ انت في اول التجسيد ده خليتك اختياري ياخد اللي انت عايزه. عايز ميو خدها، عايز تدفي خدها. النهارده اليو بقت أستية عندنا خلاص حلينا، والتي في بقت مسلسلة. تاني مرة تجسيد عشان احل ده اجباري اكمل اللي انا قلته. يعني من هنا لازم اخد اليو اكس ده للتي يو ولا دي؟ يو يو. والمسلسلة اللي معايا لو انت عكست، لو انت عكست وخليت المعنى دي دي بي دي اليو عكس اللي فوق، هتلاقي في الاخر ان الاي اللي انت بتحله طلع بيساوي اي. ده طبعا ده ازاي عكس؟ عارفين ان الاي بيساوي اي ليه؟ اللي انت فاضلته المعنى اللي بعدها وقت بتكمل، فضيعت العمليه كلها فمبقاش في حاجه تانيه. انما عشان تطلع طلعت ده تتحل وتلاقي حل، لازم اللي انا خدته هنا اثبت عليها اللي هو خلاص؟ تقريبا دول النوعيات بتاعت التجسيد هنشوفها وهنبدا نشوفها بعد كده. Come on.
دكتور 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 المسألة غلط. يوم الموضة دي كلها إذا أنا عندي دي كثيرة حدود زيادة طبعاً إيه؟ المرات اللي عندي كثيرة حدود غير ثلاثية أحلها بإيه؟ بالتأثير. طب مين يقول لي بقى اليو مين؟ والدي في مين وما تكتبش؟ اليو إكس في مين؟ هاخد مين الدي في؟ ساين إكس سكوير دي إكس. ساين. الساين. خلي بالك الدي في دي اهم حاجه عندي. اوعى اوعى وانت بتكامل دي في عشان تجيب دي تجيب لي داله لب ولا جذر ولا تجيب لي داله عصيه. احنا الدوات دي اصلا من المبدا بتاع الشهاده على التاني. يبقى اوعى بره كامل ارجع. وحاجه ثانيه ان لازم اعرف اكامل. ساين اكس سكوير سهله. مين ده جابها؟ غلط لازم تكس. لازم زي المسألة دي الاقي مشتق الزاوية موجود. طب اخد اكس. اخد اكس من السكيور. اخدها فين؟ من التكعيب. استني فترة للتكعيب دول. ما ينفعش ان انا ابص للمسألة عيني كثير الحدود ودي ثانية. خلاص دي ودي دي. لا ده انا لسه هعمل حاجة كامل. صح؟ طب لو خدت الاكس ساين اكس سكوير هي دي. مين كل اللي ده المرات دي في هعرف اجيب منها دي واليو هعرف اجيب منها دي. مين تفاضل الاكس سكوير؟ يبقى اليو اكس دي اكس. ومين تكامل الدي في؟ اهي انا لسه هعمل. يبقى ناقص نص كوزاين سكوير كوزاين اكس سكوير. اخر تقسيم لا ليه؟ عشان ما تخلطش حل. التجاوز الاصلي بتاعي ما خلصش. يبقى تجاوز الاي الانتجريشن ده بيساوي ايه بقى؟ اعمل ايه لما سيبها ولا انا اعمل؟ يو في اخد يو في دي ناقص تكامل الفي دي. يبقى هنا اي بتساوي مين اليو في دي؟ اكس سكوير اكس سكوير. ايا كان المنظر اللي هيظهر هنا ولا فات معايا حاجه. ليه؟ عشان ما خلص مش عارف في حاجه تاني. هو الشكل هيتحط زي ما عرف. ناقص تجاوز اضرب لي دي في الديمو واضرب في الناقص دي والكامل. يبقى هنا بتتحول لايه؟ تجاوز الناقص دي مع الناقص ده بتتحول. خلاص. مين اللي حصل الضرب ده؟ والاثنين تروح مع النص. كويس مين اللي باقي ده؟ بس جوه التجاوز الاكس في الكوزاين اكس سكوير دي اكس. مين تجاوز؟ هنعمل تاني تجذير بس في تجذير كثير الحدود الثلاثيه. خلاص بقى هرش. الزاويه دي اسمه من اكس. يبقى التجاوز من غير ما يبقى نص ساين عشان تجاوز الكوزاين ساين يبقى ده بيساوي ناقص نص اكس سكوير كوزاين اكس سكوير. خد الاثنين دول مع بعض يبقوا واحد. بلس السي ده بقى هو السي الاخير بتاعي. اثنين اكس سكوير لو اتكلم في الامتحان كل الامتحان صعب. تجاوب الاكس التكعيب شايف اكس سكوير. فرقت حاجه دي عن حل رساله المحاضره؟ لا. هاخد اكس مع الشاين هي دي. طب هل الاكس سكوير؟ طب لو كده
لا 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 دي لا دي مش مسألة بس فرض ان في غلطة كده ينفع تاخد فيها كبيرة لاني ما اعرفش كمان مين تجاور السك لينس لما نذاكر هنعرف انه لينس سك زي اثنين والله انا بريجي اجيب لينس المسألة يا راجل يعني انا عندي سك وانت تحولها لي هو تجاور لينس سك زي اثنين ليه ليه انا بتجاوب ده يا جماعه بيحصل في التجاور عشان انا في الاخر بقول تجاوب من الفي ده في الطيور يعني انا اجيب هو تجاوب ده دكتور مين هنا يا دكتور لو اكس سكوير دي او اكس في اتنين هنا Thank you.
مش كان ده اتنين؟ يقول لي اتنين يعني؟ اللين على طول دي فيه اللين يوانها ده لازم يتعيد. انت عارف لو ده ما كانش موجود برضه هتعمل تجزيه تاخد اللين دي اكس. ايه يا بتاع ايه يا ايه القاعده بتاع زمان يعني التكامل اللي يعني لين اكس على اكس لا ده اللي انا بفتكرها سامع ساعات اللي بعد ده على زي ما انت عايز لو لقيت ده التطور بتاعها مش عارف اطفال اي اس لا ده تجاوب قياسي زمان لو هو مثلا او اي دكتور قول ايه هيكلم خد الدي دي جذر مين تفاضل اللام واحد على الوالد على اكس يبقى الزيرو بيساوي واحد على اكس دي اكس والبي مين تجاوب الاكس قلت نص واحد على اتنين جزء يبقى سالب اتنين الجزء مين التجزير كريم بقى؟ اضرب الجزء دي مع التكامل دي يبقى مين الاي؟ ما عنديش اختيار تاني تكامل دي خلص بجد تكامل الجذر اتنين تمام دكتور 3 على 2 اللي هو 4 على 9 3 على 2 هناك 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 دكتور سؤال في باور الاكس اللام مش تجاوب قياسي هو لازم احط كل الاكس لازم اعطي اكس الاكس دي مرفوعه نص نص يبقى التجاوب بتاعي هزود الاس واسمع بس كتير طلع بالشكل ده اليوم الجي مع السبيس الجي هيطلع ده يبقى التجاوب دكتور ما بتشوفش تحت ولا زي تحت بقى يعني هي اصلا اللغات التركيز التاني هي بتاعت التمرين ده مش هتفهم
اللي هي ضرب الباور دوت نيجاتيف دوس. خالص ده.
حلو مش كده مش كده كده مش هقدر يعني هي فيها ايه تبقى تتحل عادي معنا ثلاثة تعمل مع الثلاثة احسن طبعا دي كفاية اسمها يعني هي جت على صحيح الايد بس مش هتاخد الاخت الثلاثة امكوا علينا قوي صحيح ولا مش صحيح يبقى اليو في الفي اي مين الاي دي؟ هي دي اللي هي اي دي هتساوي اليو في الفي ناقص التكامل اكتب الاي قبل الساين الاول وبعدين الساين بي عشان انت بتنصب تفضلي اقواس فبتكتبلي ساين اكس اي اس اكس فكانك واخدها تبع الزاويه دي مش بتاعت اكس دي معلش تبع الزاويه خلاص فبقيت كده بقى E power X. تجاوز الساين ماينس الساين وتفاضل الاي هو الاي
ان انا بدات بيه وصلنا ليه صح. بس في ميزه ثانيه ايه؟ ان لو خدت الكلام ده اهو
لازم اخد الكوشاين. لو ايه بس اكس الكوشاين اكس عادي يعني ايه ازاز الكوشاين تجزيل طبعا الكير دي ممكن تجيب وبعدين مش هتوصلك معايا من اول ما اتكلمت يا جماعه الدرس قلت لك التجزيل مختلفين بيكون النوعيتين دول مختلفتين مين ما هي الدوال الزاويه؟ جزئيه فانت تخلي المشاين اي وزاز زي دي وزاز اكس على اثنين وتضرب الاثنين في بعض دي لو حاولت تعملها في التجزيل زي ما احنا عملنا نفس المساله دي هيتعرف ان مفيش اي اكتر رقم مع بعض طرفين مساله اي اوف اكس وشاين زي لو عملتها زي ما عملنا في كوساين ليه بقى؟ عشان الكوساين تفاضلاتها وتكاملاتها اشارات موجبه فمفيش حاجه تعكس لك الاشاره تخليك تجمع الاي مع الاي في نفس الوقت كمان انا ضحكت عليك ما جبتلكش اي عشان تصل اي كونفشن مختلف فتلاقي اي مع اي درس التاني تمام؟ طيب بخلي بالك من الحاجات دي خلي بالك من ما احنا هنخسره برضه هتطلع اليو في الجيم اكس تانية
عم خلاص يعني ايه تمام. انا بقول لك عشان دي موجوده في البيت. حاجه ثانيه التكذيب، لو كان التكامل التجزئي محدد تعمل ايه؟ تكامل محدد في سنة خالص. ايه التكامل المحدد ده؟ مين اللي كسب الفكره؟ ثلاث مرات ومن ثم يعني ايه مثلا دي؟ ومن اللي انت جبته
الام دي على صحيح موجب، ممكن يكون فردي وممكن يكون زوجي. ايه طريقه الحل بتاعتها؟ تنسيق على طول. يبقى لازم المساله دي تتحل تكذيب. لكن افرض مساله ثانيه كانت اختزال بس ما كنتش محتاجه التكذيب، خلاص يبقى مش تكذيب حسب طبيعه المساله. طب تعالوا نجرب المساله اللي من ورا اللي هي الاكس اس هي الاكس اس. المفروض ان انا افترض في الاول عشان اعرف اقيم الطريقه ايه؟ خد الام بثلاثه. مش عشان هي محدوده لا، عشان انا عايزه رقم فردي ورقم زوجي. لو كانت اكس اس بثلاثه اكس اس هتتحلل التكذيب. طب لو كانت اكس اس اربعه اكس اس هتتحلل التكذيب. طب اي اكس اس تاني؟ اذا دي هتتحلل التكذيب. وهختار مين اليو مين الدي في؟ اليو لازم تكون الايو الاكس اس تاني والدي في هتبقى ايو اس. ليه بختار الطريقه دي؟ عشان اتفقنا الداله الاسيه ما يفرقش مكانها، لكن الكثير من الحدود انا عايزاها تقل. طيب يبقى دي يو هي مين؟ مين مشتقة الاكس اس ام؟ ام اكس اس ام ماينس 1 دي اكس. ومين تكامل الاي؟ هو الاي. يبقى مين الاي ان؟ هو اليو في البي ناقص تكامل الام مرة اكس اس ام ناقص 1 اي اس اكس دي اكس. ايه اللي انا وصلتهم ده؟ لو انت سميت التكامل بتاع اكس اس ان دي اس اكس دي اكس اي ان يبقى تسمي التكامل ده ايه؟ بص اللي انا حطاه في الدايره الحمراء كل اللي بابا التكامل ما عدا مين؟ كويس؟ تعالى بقى هنا كل اللي بابا التكامل اكس زي كانت اكس هي والداله الاسيه هي الاسيه ودي هو دي. يبقى الفرق الوحيد ما بين ده وده هو مين؟ الام اتحولت لايه؟ طب لو دي اسمها اي ان يبقى دي اسمها ايه؟ اي ان ماينس 1. اي ان ماينس 1 يبقى من هنا ممكن اكتب اي ان دي بتساوي اكس اس ان واي اس اكس ماينس اي ان واجيب كل ده واحط بدل اسمه اسمه ايه؟ اي ان ماينس 1. اللي انا جبته ده بيقول ايه؟ يقول لو انت عايزه تحسبي تكامل اكس اس ان واي اس اكس ممكن يتحسب من العلاقه دي بس من غير ما تعملي حاجه بدلاله مين؟ بدلاله تكامل اكس اس ان ماينس 1 اي اس اكس. هي دي الصيغه الاختزاليه اللي انا مطلوب منها. ده احنا حلينا نص المساله. ايه الصيغه الاختزاليه؟ يعني انا بقول انا عايز احسب اي كبيره مثلا او اي ان بدلاله اي ثانيه. طب ازاي احسب بقى بجد اي 3 او اي 4؟ مين قول لي اي 4؟ يبقى هنحط بقى كل ان كام؟ فين؟ في الصيغه الاختزاليه. شيل الان دي وحط اي 4 يبقى اي 4 اللي انا عايزاها بتساوي شيل كل ان بقى جوه تبقى اكس اس ان كام؟ اكس اس 4 والاي اس اكس تبقى كام؟ هي نفسها ما فيهاش ان يبقى اي اس اكس ناقص الام دي هشيلها واحط كام؟ 4 والاي ان ماينس 1 تبقى اسمها اي 3. هل الاي 4 جت في الاخر بدلاله الاكس والاي بس ولا لسه في تكامل ما حصلش؟ طب احسبه ازاي؟ تكسير تاني؟ لا انا ما عملتش حاجه. لقيت اي 1. الصيغه الاختزاليه فين؟ انا قلت لكم يا جماعه الاختزال الاختزال بيوفر عليا اي عمليه بعملها. قلت لكم مره واحده في الاخر بحسب بس احسب لي اي 3 من الصيغه الاختزاليه كده يبقى اي 3 بكام؟ ها مين يبقى ليه اي 3 من الصيغه الاختزاليه دي؟ اي 3 بكام؟ باكس اس 3 اي اس اكس والام دي بكام؟ 3 اي 2. هل اي 3 حسب النهائيه ولا لسه اي؟ احسبها منين؟ تجزيء الاي زيرو لو حسبت من دي تجيب لي نيجاتيف 1. اوعى تقلب ده بزياده، اوعى تطلع نيجاتيف. طب انا
تجزئة. Bye.